رجلا يا نغمة حزن لا قلبي وعيني عليها. في الطريق إلى حدود الجولان السوري المحتل يمشي أحمد بسيارته مسترجعا حكايات كثيرة لا تعيد هذه المشاهد إلى ذاكرته إلا أهازيج شعبية تعلمها من والده وجده توحي إلى شدة التعلق بالجولان وترابه وأرضه ليصل إلى بلدة بئر عجم على الشريط الذي تتحكم به قوات الأمم المتحدة بين الجولان المحتل ومحافظة القنيطرة. نحن الآن على الشريط الحدودي الواصل بيننا وبين أراضي الجولان المحتلة. والله لو استعمل الذخيرة والدبابات والطائرات والمدافع على أراضي الجولان تتحررت من 15 يوم. خلال 15 يوم كان تحرر الجولان. سيطر الجيش الحر على المنطقة إبان معارك طاحنة ضد جيش نظام الأسد الذي تراجع إلى الخلف ليتحكم الجيش الحر في المنطقة الحدودية ويسير دورياته لمراقبة أي اختراق محتمل من قبل الجيش الإسرائيلي يشرف عليها ضباط سوريون انشقوا عن نظام الأسد ليلتحقوا بالجيش الحر. منطقة بئر عجم وهي منطقة حدودية لا تبعد سوى أمتار قليلة عن الحدود مع الجولان المحتل، وهذا مرصد قوات اليونيفيل الفاصل مباشرة مع أراضي الاحتلال الصهيوني في الطرف الآخر. في بلدة بئر عجم لا يدلك الدمار الحاصل في مدرستها ومسجدها إلا على ضراوة المعارك التي دارت هنا حتى تمكن الجيش الحر من بسط نفوذه عليها، بلدة منهكة تحتاج إلى الكثير لترجع الحياة إلى شوارعها وأحيائها.